طفل معدل وراثيا وخالي من الأمراض أو العيوب الجينية هو نتاج تلقيح من 3 أشخاص. قصتنا اليوم يا سادة عن تقنية التلقيح المعملي IVF التي لجأت إليها بريطانيا مؤخراً لمنع توريث الأمراض المستعصية. تعمل هذه التقنية على استخدام أسلوب التبرع الجيني MDT، حيث تقوم على استخلاص الميتوكوندريا السليمة من نواة بويضة أنثى متبرعة بما فيها الشريط النووي DNA، واستبدالها مع الميتوكوندريا المتحورة في بويضة الأم الأصلية بعد تلقيحها بالحيوانات المنوية للأب. ورغم ذلك يرفض الأطباء تسمية هذه التقنية الآباء الثلاثة، كون أن الجنين الناتج يحمل كمية ضئيلة من المادة الجينية للمتبرعة حوالي 37 جينا، بينما أكثر من 99.8% من الحمض النووي للأبوين الأصليين. ولكن لماذا تمت العملية أساساً باستخدام شخص ثالث المتبرع؟ الجواب يكمن في الميتوكوندريا نفسها، فهي أشبه بالبطاريات التي تمد الطاقة لخلايا الجنين لتشكل أعضائه، وإذا كانت متأثرة فسيورث الأمراض الخطيرة للطفل. وللعلم يا سادة، المملكة المتحدة ليست الأولى في هذه التقنية، فقد أجراها طبيب أمريكي على امرأة أردنية عام 2016. ورغم هذا الإنجاز الطبي، كيف سنضمن سلامة وأخلاقيات هذه الإجراءات الجديدة؟